فعلا شفنا واحد ضجه كبيره جدا تخلقت في المنطقه ديال الحي محمدي على لا شيء، وانا اعتبره شبه لا شيء. هاد الضجه اللي وقعت كتبان لي ماشي ضجه غير ضجه عاديه، ربما ضجه سياسيه دخلت فيها اوراق اخرى بعيدا عن الاوراق ديال الواقع. فحبا للحي محمدي التجأوا انهم يحيوا واحد ذكرى من الذكريات للتاريخ ديالهم والامجاد ديالهم. وما يمكنش اي بلد او اي مدينه او اي امه كيف ما كان النوع ديالها كتخلد التاريخ ديالها. فالحي محمدي شهير بالفنانه، شهير بمجموعه ناس غيوان، شهير بسينما السعاده، شهير بسينما الشريف، شهير بالسكه الصفراء، وكذلك شهير درب مولاي الشريف ومعتقل درب مولاي الشريف، وبالضبط هنا منطقه ديال العوينه، عوين الشامه. عوين الشامه هاد العوينه اللي تم الترميم ديالها انه كيتكلموا عليها بزاف انها تحطت في واحد المكان اللي ماشي وقت مناسب ديالو وغادي يخلق واحد الضجه. وكما كتشوفوا المشاهدين هاد الديور اللي رايبين هنايا وهادو ما عندهم حتى علاقه وما قادش تاثر عليهم عوينه الشامه. عوينه الشامه كما كتشوفوها مجموعه ديال واحد ثلاثه الروبينيات عاديين، الناس كدوز كتشرب منها. كان بكري كانت الظروف الناس ما عندهاش كلشي الماء في الديور ديالهم، كانوا كيسقيو منها الماء كيشربوا منها الماء، وبقات عند الشباب والدراري كيلعبوا وهذا الشيء. فكما كتشوفوا ان عوين الشامه جاو هاد الشباب ومجتمع مدني وكذلك كما كنشوفوا هاد التعاونيه غرناطه بغاو يحيوا هاد الذكرى، بغاو يحيوا التاريخ ديالهم، لان لا يعقل ان الانسان ينسى التاريخ ديالو. واش نقدو نجيو لحي محمدي ونساو مجموعه ناس الغيوان؟ واش نقدو نجيو لحي محمدي وغادي نساو معتقد مولاي الشريف رغم انه كان فيه معتقل، كانت الناس كتاخذ فيه العصا، كانت ولكن ما يتنساش هذا الشيء. اذا عوين الشامه راه ما جاتش غادا تخلق واحد الضرر هاد البنايات وهذا الشيء. انا كتشوفوا العوينه جات في ريتشو سيف السفلي فيها ثلاثه ديال الروبينيات ديال الماء، لا تاثير لهم على الفوق. لو كانت هاد الناس يفكروا بزاف د الحوايج، هاد الناس نهار طاحوا شكون اللي كان بيديهم؟ ماشي عوين الشامه هي اللي غادا تخلق واحد التاثير على درب مولاي الشريف، ماشي عوين الشامه اللي غادا تاثر على تاريخ الحي محمدي. وحتى الناس اللي تكلموا على عوين الشامه بانه الاسم راه كيضر، ان كانت شامه واحد السيده كانت ضد الفدائيين، ولكن الناس راه ما جاوش جابوا لنا واحد المراه سماوها شامه وحطوها لنا ولا صوروها لنا، راه جابوا غير العوينه، والعوينه كانت بهذاك الاسم. فنوضوا نحيدوا النافوره اللي في المدينه راه ديال فرنسا، نريبوا بنك المغرب، نحيدوا الولايه، كلهم هذو بنايات ديال فرنسا. فهذه كانت ديال المغاربه، ديال الناس ديال الحي محمدي، ديال الناس ديال درب مولاي الشريف. فما فيها باس ان الناس كتفتخر بواحد الجزء من التاريخ ديالهم، وسبحان الله ما كتاخذش واحد الميزانيه كبيره. راه كتشوفوا بحال كاين اللي كيصلح الدوش عنده في الدار ولا المرحاض ديالو في الدار، راه كتاخذ هذه الامكانيات كامله، ماشي شي حاجه كثيره غادي تاثر على الميزانيه ديال منطقه او مقاطعه الحي محمدي. واش بالله عليكم هذا المشروع الصغير جدا غادي ياثر على ميزانيه ديال منطقه الحي محمدي؟ حنا الحمد لله كنشوفوا مشاريع في الحي محمدي، وكنشكروا الشباب ديال الحي محمدي اللي كيحب التاريخ ديالهم، كيحب الفن ديالهم، كيحب التراث ديالهم. تحيه لكم جميعا.